طيب هنتكلم عن ايه زي ما اتفقنا؟ هنتكلم بقى يا شباب في الجزء دوت على آلية عمل الجهاز المناعي في الانسان. ركز كويس قوي الله يكرمكم، عشان في ناس كتير عندها مشاكل في الفصل دهوت. اعتقد هو كله فصل واحد على بعض، فصل واحد على بعض، فالناس عندها مشاكل في الفصل ده تحديدا يعني. فاحنا محتاجين نعرف الابروتش بتاعه او الدخله بتاعته عشان تبقى فاهم كويس قوي المناعه دي بتشتغل ازاي. امال يا دكتور اللي احنا كنا بنشرحه في الفصل اللي فات ده ايه؟ انا كل اللي انا شرحته في الفصل اللي فات ان انا قلت لك مكونات الجهاز المناعي، وقلت لك كل واحد فيهم بيشتغل ازاي لوحده. يعني كاني بقول لك كده، انا ده مدخلك جيش، السلاح ده بيشتغل بالطريقه الفلانيه، الدبابه دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه، مش عارف المدفعيه دي بتشتغل بالطريقه الفلانيه، بس ما دخلتكش حرب وقلت لك كله مع بعضه بيشتغل ازاي. انت دلوقتي المفروض هتدخل حرب وهتحاول تعرف كله مع بعضه بيشتغل ازاي، التناسق اللي بيحصل ما بينهم يعني. اوكي، فنركز بقى كده مع بعض عشان تبقوا فاهمين كويس جدا التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها دي يا شباب. اولا، اول حاجه كده يقول لك ان ايه، الجهاز المناعي بتاعنا بيتقسم فرعين اتنين او نظامين اتنين اساسيين على اعلى درجه من الاهميه. ايه النظامين دولت؟ يقول لك اول حاجه كده، النظام الاولاني اسمه المناعه الطبيعيه، او بيسموها غير متخصصه او فطريه. والنظام الثاني اسمه المناعه المكتسبه، او عكسها تبقى متخصصه، او بدل ما هي فطريه، فطريه يعني الانسان بيتولد بيها يعني، اسمها تكيفيه، يعني بيتكيف على حسب الحاجات اللي هو واجهها في حياته يعني. اوكي، طيب دول الفرعين بتوع جهاز المناعه، هنعرف بالتفصيل دلوقتي بيشتغلوا ازاي. بس ده كده ببساطه كاني بقول لك الفصل ده بيتقسم ولاد وبنات مثلا يعني، برضو نفس الفكره، جهاز المناعه بتاعك ده بيتقسم تقسيمتين، مناعه طبيعيه ده اللي هنشرحه ان شاء الله رب العالمين النهارده، ومناعه مكتسبه. طيب يا دكتور، هل المناعه الطبيعيه بتشتغل لوحدها والمناعه المكتسبه بتشتغل لوحدها؟ لا، هما صحيح نظامين منفصلين، ولكن بيعملوا مع بعض بتنسيق ما بينهم وبين بعضهم. وبناء عليه لما تخش بكتيريا او يخش فيروس او يخش كل جسم غريب لاجسامنا، الجهازين الاثنين بيشتغلوا، ولكن مش مع بعض كده، لا، الجهازين الاثنين بيشتغلوا بتنسيق مع بعضهم، واحنا هنحاول نفهم التنسيق ده عامل ازاي. اوكي، طيب بيقول لحضرتك المناعه الاساسيه او الفطريه دهيت مهمة لأداء عمل المناعة المكتسبة. يعني إيه؟ يعني عشان المناعة المكتسبة تشتغل لازم المناعة الأساسية تكون اشتغلت، وهديك مثال دلوقتي يفهمها لك، وبرضو العكس صحيح، عشان دي تشتغل لازم التانية تكون اشتغلت. يعني إيه برضو الكلام ده يا دكتور؟ تخيل معايا كده، هوت في عدو هيهجم على الجيش بتاعنا، حلو كده؟ فإحنا أول حاجة بنصدر العساكر، بعد ما العساكر يعني يا إما ينتصروا يا إما يموتوا يعني، في الآخر في بعض العساكر بيجمعوا لي شويه معلومات، المعلومات دي بتروح للقيادات، القيادات يبتدوا يحللوا المعلومات دهيت ويطوروا خطه مناسبه اكوردنج او بناء على المعلومات اللي جات لهم. فانا دلوقتي عندي القائد ما يعرفش يستغنى عن العسكري، ليه؟ لان العسكري ده هو اللي بيديله المعلومات. وفي نفس الفكره او في نفس الوقت العسكري نفسه ما يعرفش يستغنى عن القائد، ليه؟ لان القائد هو اللي بيديله الاوامر عشان يتصرف بناء على اساسها. فهي دي نفس الفكره، انا عندي شويه مناعه طبيعيه بتشتغل بطريقه ومناعه مكتسبه بتشتغل بطريقه، الاثنين متصلين ببعض والاثنين لازم يكونوا موجودين وشغالين. كل نظام مناعي يعمل وفق اليات مختلفه تقوم بتنشيط رد الفعل المناعي للنظام الاخر، مما يسمح للجسم بالتعامل بالامراض مع الامراض. طيب ازاي بقى يا دكتور؟ الله يكرمكم كده، ركزوا معايا كويس قوي في الـ في الـ في الصوره اللي جايه دهيت، عشان خاطر الصوره دي على اعلى درجه من الاهميه. لما اجي اقول لك دلوقتي كده، افرد لي خطوط جهاز المناعه بتاعك يا دكتور، لسه قايلين انا عندي اتنين سيستم او عندي نظامين، المناعه الطبيعيه والمناعه المكتسبه. طيب المناعه الطبيعيه دي شكلها عامل ازاي؟ المناعه الطبيعيه ده هي تقول لك كده خطين دفاع، خط الدفاع الاول وخط الدفاع الثاني، والمناعه المكتسبه هي عباره عن خط الدفاع الثالث. كاني بقول لك الجيش بتاعنا بالظبط، في الجيش الاول والجيش الثاني والجيش الثالث مثلا ولا حاجه. فهي نفس الفكره كده، انا عندي خط دفاع اول وخط دفاع ثاني وخط دفاع ثالث. الجماعه اللي بيتفرجوا على انمي، لو حد فيكم بيتفرج على اتاك اون تايتنز، كان في ثلاث اسوار كده، فهي نفس الفكره كده، خطوط دفاع، دفاع اول دفاع ثاني دفاع ثالث. طيب الدفاع الاول والدفاع الثاني تبع المناعه الطبيعيه وهنشرحهم دلوقتي، الدفاع الثالث ده بقى اللي تبع المناعه المكتسبه.
حلو كده؟ انا يهمني جدا يكون الموضوع ده في دماغك عشان الحته دي مهمه جدا. الله يكرمكم. الصوره اللي فوق دي دي مهمه عشان تبقى فاهم الفصل ده بيتكلم ازاي. طيب اديني بقى امثله يا دكتور كده الله يكرمك. خط الدفاع الاول عندكم فيها شباب ست امثله اهمت او ست حاجات يعني 1 2 3 4 5 6 ست حاجات اوكي. وخط الدفاع الثاني عند حضرتك فيه ثلاث حاجات ودول اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. تعالوا بقى كده ناخدهم واحد واحد ونشوف خطوط الدفاع دي بتشتغل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده معايا يا شباب الله يكرمكم. الاول خالص هو بادئ الكلام بتاعه بتعريف المناعه الطبيعيه او الغير متخصصه او الفطريه اللي هي مين يا دكتور؟ اللي هي خط الدفاع الاول والثاني. مجموعه من الوسائل الدفاعيه، ما ده تعريف كلمه مناعه، وسائل دفاعيه بتحمي الجسم. طيب يهمني الحته اللي جايه دي، الاستجابه بتاعتها بتكون سريعه وفعاله لمقاومه ومحاربه الميكروبات وتفتيتها، اي جسم غريب يحاول دخول الجسم، وهي غير متخصصه ضد نوع معين من الميكروبات او الانتيجينات. يعني يا دكتور الكلام المجعلص ده هوت خليه على جنب دلوقتي لما ناخد الامثله وهنرجع نقراه تاني يكون اتضح بالنسبه لك. اوكي طيب ايه بقى خط الدفاع الاول؟ خط الدفاع الاول هو الامثله اللي قدام حضرتك دي. فتعالى بقى نمسكهم كده مثال مثال. اول واحد عند حضرتك هو عباره عن الجلد صح؟ الجلد ده يعتبر خط دفاع ولا مش خط دفاع؟ طبعا خط دفاع يا دكتور. ليه؟ لاكثر من سبب. اول حاجه كده عندنا يا شباب ان الجلد بتاعنا اللي هو الانتكت او السليم بيمنع دخول اي ميكروبات. لو في ميكروب دلوقتي مثلا عند حضرتك على الجلد بتاعك ولا حاجه وجلدك سليم في العاده ما بيعرفش يخش. طيب هل ده بس يا دكتور؟ لا، الفكره ان الجلد ده هوت لو تفتكروا كده في طبقات الجلد كنتوا هتلاقوا ان على الطبقه الاخيره في حاجه اسمها كيراتين او الطبقه القرنيه. اوكي الطبقه القرنيه ده هي عباره عن طبقه صلبه موجوده على سطح الجلد، دي بتشكل كده عائق او يعني حاجز يمنع دخول الفيروسات او البكتيريا او اي حاجه عايزه تدخل الجسم بتاعك. اديني دليلك يا دكتور. اقول لك لو حضرتك دلوقتي متعور في الجلد بتاعك مين فرصته اكبر يجي له مرض؟ الجلد المتعور ولا الجلد السليم؟ اكيد طبعا الجلد المتعور ده يقدر يدخل بكتيريا ويقدر يدخل فيروسات. عشان كده احنا لما بتجينا المستشفى مثلا لا قدر الله لو انت عندك جرح كبير اول حاجه خالص بننظف لك الجرح. ليه؟ عشان خاطر الجلد المتعور فرصه اكتر او عرضه اكتر ان هو يجي له ايه؟ يجي له فيروسات وبكتيريا وحاجات زي كده. فالطبقه القرنيه اللي موجوده على سطح الجلد دي بتشكل عائق لا يسهل اختراقه او النفاذ منه. طيب بس يا دكتور؟ لا طبعا. عندنا حاجه لطيفه كمان في الجلد، ايه هي؟ العرق. ايه ده العرق؟ العرق. ليه؟ بص يا سيدي لو حد فيكم ركز كده معايا شويه، هو انت لما لا قدر الله حد فيكم كان دخل المستشفى قبل كده ولا بتاع واحنا بننظف الجرح بننظفه بايه؟ بسلاين. سلاين ده اللي هو محلول ميه بملح. يعني لو انت اخدت بالك كده عارف المحلول اللي انت اللي احنا بنعلقه لك دوت لا قدر الله وانت عندك اي مشاكل ولا بتاع، هو نفسه اللي بنستخدمه في تنظيف الجروح. المحلول ده عباره عن ايه؟ عباره عن ميه بملح، ميه بملح فعليا يعني. لو انت اخدت بالك هتلاقي ان العرق بتاعك هو بالظبط ميه بملح. العرق بتاعي ميه بملح يا دكتور؟ طبعا ميه بملح. هو العرق ده فكرته ايه؟ باخد الميه وباخد الاملاح الذائبه او الزائده عن الجسم وبطلعها. فانت دلوقتي في عندك عرق او غدد عرقيه بتطلع عرق على سطح الجلد بتاعك، فانت كده بتطلع ميه بملح على سطح الجلد، وبناء عليه ده كده سائل تنظيف رباني طبيعي خالص. فلو في اي بكتيريا او اي ميكروبات موجوده على جلدك طول ما انت بتعرق فهي عماله تتخلص منها ببساطه. ده بالظبط زي ما بقول لحضرتك كده، يعني لو حد فيكم يعني كان دخل مستشفى قبل كده ولا حاجه ربنا يحفظكم جميعا هيلاقينا بنستخدم الميه بملح دي في انك تنظف على الجرح ولا حاجه. اوكي ميه بملح وميتادين كمان يقول لك اسمه دريسنج او سلاين. طيب ادي الجلد وعرفنا بيشتغل ازاي. ايه كمان يا دكتور؟ حاجه عندكم كده اسمها السملاخ او شمع الاذن. شمع الاذن دي اسهل يعني. فكرتها ايه شمع الاذن دي؟ هقول لك ببساطه. عارف مثلا لما اجي اقول لك ايه؟ لما اجي اقول لك ان في عسل نحل موجود، اوكي؟ عسل النحل ده هوت لو جه عليه ذباب ولا حاجه، ايه اللي بيحصل؟ عسل النحل ماده لزجه جدا. فيجي الذباب ماسك فيه او يعني العسل النحل يكلبش في الذباب فالذباب ما يعرفش ايه؟ يعني ينفد منه. فهي نفس الفكره كده، ماده لزجه، ماده يعني ماده بتلصق يعني. فهي نفس الفكره. الشمع بتاع الاذن بتاع حضرتك ده هوت موجود في اول الاذن، ده ماده لزجه
فلو في اي في اي بكتيريا او في اي غبار او في اي اتربه او في اي حاجه داخله الاوزون بتاعتك، هتلاقي الماده اللزجه دهيت زي الايه، زي الشبكه كده، تيجي لازقه فيها على طول وما تعرفش تخش للودن بتاعتك. اوكي، ودي الوظيفه بتاعت الشمع. فاهو ماده تفرزها الاوزون تعمل على قتل الميكروبات التي تدخل الاوزون، مما يعمل على ايه، على حمايتها. غير كده وكده اصلا الشمع فيه يعني بيقولوا عليه انتي بكتيريال افكت، يعني ليه تاثير ضد البكتيريا يموتها يعني. اوكي، فدي برضو هي كمان بتلعب دور في ان هي تحمي الجسم. يبقى احنا كده مسكنا الجلد ومسكنا الاذن، ايه كمان انت سمعت؟ وريني بقى، شوفني يعني، خلينا اشوف الدموع بتاعت حضرتك. الدموع دي فيها ايه؟ بص يا سيدي، اولا الدموع ببساطه تقدر تتخلص من الاتربه وتقدر تتخلص من الحاجات اللي ماشيه في الهواء عن طريق عمليه البلينكينج. بلينكينج اللي هو حد يعني ايه بلينك بالعربي؟ يعني يعمل عينه كده، يعني استنوا اللي هو يفتح ويقفل عينه يعني. اوكي، هوريكم دلوقتي شكل بس رب تشتغل، شايف هي شغاله الكاميرا ولا لا؟ بصوا اللي هو يقفل عينه ويفتحها، ده يعني يغمض عينه ويفتحها، دي اسمها بلينكينج. فانت ببساطه لو ماما مثلا ولا حاجه ماسكه عماله بتنظف البيت ولا حاجه من الغبار والاتربه، ففي شويه غبار واتربه طالعين مثلا ولا حاجه، فانت عينيك بمجرد ما بيجي عليها اي غبار ولا اتربه تلاقي عينيك بدات تقفل وتفتح عشان الدموع دي تقضي خالص او تتخلص خالص من الغبار ده. طيب ايه كمان يا دكتور؟ الدموع دي نفسها فيها سوائل، السوائل دهيت فيها مواد كيميائيه بتقدر تتخلص من البكتيريا، يعني فيها مواد كيميائيه وظيفتها انها تحلل جدار البكتيريا وتتخلص منها بسهوله. فاهو هو بيقول لحضرتك الدموع هو عباره عن سائل يحمي العين من الميكروبات، ليه؟ نظرا لاحتواء الدموع على مواد محلله للميكروبات. ده انت يا راجل يا طيب لو عيان عندك عنده مشاكل وعنده جفاف عين انت بتبقى مرعوب عليه، ليه؟ لان انت خايف ان القرنيه بتاعته يحصل لها قرحه. ليه يا دكتور؟ لان طول ما مفيش دموع فالقرنيه دي مش بتتنظف، وبناء على القرنيه اللي هي الجزء الابيض الشفاف ده، بناء عليه طول ما هي ما بتتنظفش فيسهل جدا ان يجي عليها بكتيريا او فيروس او اي حاجه يتخلص يعني وتعمل قرحه في القرنيه، ودي كارثه طبعا. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ الجلد بتاعنا كله وسمعنا وشفنا، فاضل ايه كمان؟ نشم بقى، يعني دي بقيه الايه، بقيه الاعضاء بتاعتنا. ايه اللي انت هتشمه يا سيدي؟ بص كده، اول حاجه خالص المخاط، المخاط اللي موجود في الممرات التنفسيه. المخاط ده اللي هو لما حضرتك بيكون عندك دور برد ولا حاجه بتعطس او بتكح كده البلغم اللي بيطلع ده، ده اسمه مخاط. ايه فكرته؟ برضه هو كمان سائل لزج. اي حاجه لزجه يا شباب يعني معناها ان اي حاجه هتعدي من خلالها هتيجي كمكلبشه فيها على طول. اوكي، وبناء عليه السائل اللزج ده هو تلتصق به الميكروبات والاجسام الغريبه التي تدخل مع الهواء. اديني مثال يا دكتور. اقول لك ببساطه، حضرتك واقف دلوقتي وماما برضه عماله بتكنس التراب بتاعك، هتلاقيك بتعمل ايه؟ يا اما بتدمع يا اما بتعطس. اوكي، هي نفس الفكره كده بالظبط. طيب ايه كمان؟ يقول لك ثم تقوم الاهداب الموجوده ببطانه الممرات التنفسيه بطرد هذا المخاط والمحمى بالميكروبات والاجسام الغريبه الى خارج الجسم. يعني ايه الكلام الغريب دوت؟ نرجع كده تاني نبص على الفيديو اللي قدامنا ده يا شباب، ده كان موجود فين؟ اللهم صل على كامل. هو ده، بصوا كده شايفين الحته دي؟ شايفين ده اللي انا كنت عمال بوريه لكم ده؟ دي الاهداب بتاعتنا هي يا شباب. طيب ايه اللي بيحصل؟ الفكره هنا هوت ان دلوقتي الاهداب ده دي كده بتبقى متغطيه بمخاط، وبعدين يا دكتور اول ما يلتصق فيها الجسم الغريب تلاقي الاهداب دي عماله بتتحرك كده زي المقشه كده بالظبط، زي المقشه بتاعت حضرتك اللي هي بتكنس الحاجه العزاويل كلها ببعضها، فالاهداب دي تتحرك في اتجاه فتيجي طاردة خالص المخاط بالميكروبات اللي ملتصقه بيه. تطردها فين يا دكتور؟ تطردها خارج الجسم. ازاي؟ عن طريق الكحه او عن طريق الايه، العطس. يعني لما حضرتك بيكون عندك دور برد تقيل بتعطس الاول خالص، بيبقى المخاط اللي بينزل ده عباره عن سائل ميه كده، بعد كده لما الموضوع بيبقى اتقل شويه بتلاقي ان المخاط بتاعك بدا ينزل لونه مصفر او مخدر. ده ايه اللي حصل؟ الاهداف بتاعت حضرتك عماله شغاله زي المقشات بتطلع وانت بتضرب وانت عمال بتعطس على طول. فدي الطريقه اللي الجسم بيتخلص منها. طب يا دكتور لو الاهداف دي فيها مشكله، العيان يحصل له مشكله، ده يحصل له كارثه، العيانين بتوعنا دول بيموتوا. في حاله كده في الطب اسمها كارتجنر سندروم، مش مهم خالص، المهم يعني ان العيان بيبقى ما عندوش اهداف فبيحصل تراكم في الميكروبات والمخاط جوه الغشاء جوه المجرى التنفسي، ما بيعرفش يتنفس. اوكي؟ طيب ادي المخاط عرفناه سائل لزج يلتصق به الميكروبات والاجسام، وبعد كده الاهداف تشتغل زي المقشات كده اهوت وتيجي بتخلصها منه. طيب سمعنا
وشفنا وشمين، ايه كمان؟ هنتذوق، صح كده؟ عندك الخمس حواس اهم. اديني يا دكتور الله يكرمك اللعاب بتاعك، اللعاب بتاعك ده بيعمل ايه؟ اللعاب بتاعك ده بيعمل كذا حاجه. هديك مثال بسيط خالص، الناس اللي عندها مشاكل في اسنانها يا شباب بتيجي دايما الصبح على طول وهي لسه صاحيه من النوم بيكون عندها ريحه بقها بتكون وحشه، وبيبقى فيه كده طعم يعني سيء في بقها. ليه؟ لان حضرتك طول ما انت نايم كميه اللعاب اللي بتطلع بتبقى كميه قليله. استني جدي يا واحد، كميه اللعاب اللي بتطلع بتبقى كميه قليله طول ما انت نايم، فطالما في لعاب قليل يبقى بقك دهوت اصبح مكان للبكتيريا واصبح مكان لكل حاجه تقدر تتغذى عليها. حضرتك مثلا لسه واكل ولا حاجه وروحت نايم على طول من غير ما تغسل بقك، في بقايا اكل مترسبه جوه بقك واللعاب ده مش موجود، فتيجي البكتيريا تقعد تتغذى على الاكل ده وتملى لك بقك وتعمل ريحه وحشه. يبقى اذا اللعاب ليه دور في ان هو يقوم بقتل الميكروبات بتاعتي. مش بس كده، ده كمان لو حد يفتكر اللعاب بتاعي ده كان فيه شويه انزيمات تقدر تخلصني من البكتيريا. زي ايه؟ مين الانزيم اللي كان في اللعاب يا شباب؟ حد يفكرني كده. ها الاميليز، بالظبط يا ساره، هجاوبك على سؤالك ده يا جهاد بس اكتبيه على جنب وانا هجاوبلك في اخر عشان بس الموضوع بتاع التدخين ده حوار تاني. بالظبط يا ساره، الاميليز اللعابي كان الانزيم دوت كان بيقوم بتكسير الكربوهيدرات، اوكي، ويحولها الى صوره ابسط. نفس الفكره كده بالظبط، في انزيم اللي هو الاميليز موجود في اللعاب. طيب حضرتك كلت دلوقتي هينزل الاكل كده خلاص غير اللعاب؟ لا، اكيد في حاجه كمان هتحميك، اللي هي ايه؟ اللي هي افرازات المعده يا دكتوره. افرازات المعده بتاعت حضرتك، المعده ده هي بتطلع منها حاجه اسمها ال HCl. HCl ده اللي هو الهيدروكلوريك اسيد او حمض الهيدروكلوريك. الحمض دهوت بيخلي لك الوسط بتاع المعده وسط حامضي جدا جدا جدا، البي اتش بتاعته تقريبا بتبقى 1 لـ2 أو 2 لـ3، حاجه حامضيه جدا يعني. واحنا قلنا قبل كده ان البكتيريا بتحتاج بي اتش معينه عشان تقدر تعيش فيها، بي اتش تقريبا متعادله، فانا لما اخلي لك الوسط حامضي جدا جدا البكتيريا ما تقدرش تستحمله وبناء عليه تموت. يبقى ادي الست حاجات اللي بيمثلوا لك خط الدفاع الاولاني. نرجع تاني كده هوت نبص على معنى كلمه المناعه الطبيعيه ده، بيقول لك ايه؟ اولا المناعه دي تتميز بانها استجابتها سريعه وفعاله لمقاومه ومحاربه الفيروسات. سؤال، الكلام ده اتطبق فعلا ولا لا؟ يعني حضرتك دلوقتي عمال بتطلع عرق كل شويه ولا لا؟ بتطلع عرق. طيب المناعه حمض الهيدروكلوريك موجود على طول ولا لا؟ موجود تقريبا على طول. طب اللعاب بتاعك موجود على طول ولا لا؟ موجود على طول. طب مثلا الدموع بتاعتك مش موجوده على طول اول ما تتعرض لحاجه دخل شويه غبار في عينك؟ برضه موجوده. يبقى اذا الاستجابه بتاعتها بتكون سريعه، سريعه جدا وفعاله. طيب سؤال، هل انا في خلال الكلام ده كله قلت لك ان الحاجه دي متخصصه للفيروس ده او الحاجه دي متخصصه للبكتيريا دي؟ لا، قلت لك مثلا ان الحمض الهيدروكلوريك بيقوم بتدمير الميكروبات. انهو ميكروبات يا دكتور؟ اي ميكروبات، بكتيريا، فيروسات، طفيليات، اي حاجه، اوكي، بيقوم بتدميرها. قلت لك ان الاميليز او سوري اللعاب برضه هو كمان بيقوم بالتخلص من الميكروبات. حددت انا انهو ميكروب؟ ما حددتش. يبقى اذا المناعه دي سريعه، سريعه فعلا، الاستجابه بتاعتها سريعه، ولكنها غير متخصصه ضد نوع معين من الميكروبات. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بتشتغل زي كله، حتى انا دايما بحب اسميها muscles، عضلاتك انت في العركه، عضلاتك ما بتفرقش مين ده، هي بتضرب على طول، ما بتفرقش مين ده من مين ده، هي وظيفتها انها تضرب. فدي المناعه بتاعتنا اللي هي المناعه الطبيعيه، مناعه غير متخصصه وسريعه. الصفتين ده هم على اعلى درجه من الاهميه عشان هيجيبهم لك في اسئله الاختياري واسئله الاكمل وكده، اوكي. يبقى احنا كده فهمنا الايه؟ فهمنا الخط الاول بتاعنا كل واحد فيهم بيشتغل ازاي. عندك ست حاجات في الخط الاول. طيب بعد كده هنتنقل بقى للخط الثاني بتاعنا. خط الدفاع الثاني ده يا شباب هو عباره عن ثلاث حاجات موجودين اللي هو في خط الدفاع الثاني ده. بالراحه كده وبرضه نحاول نفهم الموضوع ماشي ازاي. احنا فهمنا الخط الدفاع الاولاني اللي هو كان ايه؟ اللي هو كان الجلد، وتشوف عشان الدموع، وتسمع في الصمغ في الصملاخ او شمع الاذن، وتاكل فتلاقي عندك اللعاب وتلاقي عندك الجاستريك اسيد او اللي هو الحمض بتاع المعده اللي هو الاتش سي ال، والجلد زي ما اتفقنا في الاخر خالص، اوكي؟ دي كل التفاصيل اللي عند حضرتك. طيب حلو، ايه كمان؟ بصوا كده خط الدفاع التاني بقى نبص عليه هو كمان.
بس يعني للعلم عشان يبقى كملنا كده خط الدفاع الاولاني. في كمان شويه حاجات موجوده عندنا يا شباب في خط الدفاع الاولاني اللي هي البول. ايه ده يا دكتور بول؟ ايه احنا مالنا بالموضوع؟ لا البول ده برضو هو كمان بيعتبر من ضمن الحاجات اللي بتحميني. ازاي؟ تخيل كده انا عندي نهر بيمشي في الاتجاه ده كده، اوكي، واحد بيعوم ضد النهر، هل هيعرف يعوم بسهوله؟ لا طبعا هيعوم بصعوبه. فالبكتيريات بتاعتك لما تجيلك يعني من القضيض مثلا ولا حاجه لو هو ولد، او من فتحه مجرى البول لو هي بنت، وبعد كده تطلع على المثانه، ومن المثانه للحالب، ومن الحالب للكلى، مين هينزلها ويجرفها معاه؟ البول. فالبول هو كمان بياخدها في السك. مش بس البول، في حاجات تانية كمان موجوده في الجهاز او اليورينري تراكت او اللي هو الجهاز البولي يعني، بس مش وقتها خالص دلوقتي عشان هي مش موجوده عند حضراتكم عشان ما اطولش عليكم. طيب كده احنا عرفنا خط الدفاع الاولاني، تعال على خط الدفاع الثاني. بيقول لحضرتك فيه ايه؟ نظام دفاعي داخلي يستخدم فيه الجسم طرق وعمليات غير متخصصه متلاحقه تحيط بالميكروبات لمنع انتشارها. اوكي بالراحه كده ونركز الله يكرمكم عشان تفهموا الموضوع. اولا هو نظام دفاعي داخلي، يعني ده داخل الجسم بقى. هنا هنتكلم عن حاجات جوه الجسم، مش زي التاني مثلا الجلد كان بره الجسم، لا ده داخلي يعني جوه الجسم زي ما هوريكم دلوقتي. طيب يستخدم فيه الجسم طرق وعمليات غير متخصصه برضه. الوظيفه الاساسيه دائما وابدا للمناعه الغير متخصصه من اسمها هي مناعه غير متخصصه، هي غير متخصصه. طيب تقوم بايه؟ تقوم بتفتيت او احباط الميكروبات لمنع انتشارها، انها تمنع ان الميكروبات ديت تنتشر في الجسم. طيب الموضوع ده بقى بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ثلاث حاجات زي ما لسه بنتكلم اهو، اللي هم ايه يعني يا دكتوره؟ اللي هو اول حاجه كده حاجه اسمها الانفلاماتوري ريسبونس او الاستجابه بالالتهابات. يعني ايه التهابات؟ ونوضح الفكره. احنا هنشرح دلوقتي يعني ايه التهاب، بس الاول كده زي ما دايما كنت بتكلم يا جماعه، التهابات مش زي التسلخات، يعني في ناس بيجيلها تسلخات ده حاجه ثانيه. الالتهابات هنشرحها دلوقتي بالتفصيل، اوكي؟ لما اجي اقول لك ان انت عندك التهابات ده معناها ان في بكتيريا ما دخلت جسمك والجسم بيقدر ان هو يطور جهاز دفاعي او استجابه مناعيه تجاهها على طول. ده اول حاجه اللي هي الاستجابه عن طريق الالتهابات. ايه كمان؟ عندك الاستجابه عن طريق الانترفيرونات والخلايا القاتله الطبيعيه. يعني دلوقتي الخط الدفاعي التاني بيتكون من ثلاث حاجات. اولا الالتهابات ودي اهم حاجه، ثاني حاجه الانترفيرونات ودي شرحناها قبل كده اللي هي بتطلع من الخلايا المصابه بالفيروس، الخليه اللي جنبها عشان تعمل تثبيط للتكاثر بتاع الفيروس جوه الخلايا الجديده. وبعد كده الخلايا القاتله الطبيعيه اللي متخصصه تجاه ثلاث انواع من الخلايا، اللي هي الخلايا المصابه بفيروس، الخلايا السرطانيه، والخلايا اللي بتتنقل نتيجه انتقال الاعضاء وكده. طيب تعال بقى نفهم الالتهابات ده شكلها عامله ازاي او الاستجابه بالالتهابات دي. الكلام ده يا شباب بتاع الالتهابات ده على اعلى 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 درجه من الاهميه، مهم جدا 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 دلوقتي. وان شاء الله رب العالمين لما تخش طب او تخش اي كليه طبيه اي حته هتلاقي فيها الالتهابات ده. يعني بصوا في تشابتر كبير قوي كده اسمه الانفلاميشن او تشابتر الالتهاب، حاجه مجعلصه قد كده، حاجه في منتهى العظمه. بس ركزوا كده معايا، احنا هنقول فيه كلمتين اتنين. اولا لازم تعرف كل خطوه فيه، الاول التعريف بتاعه، وتاني حاجه الخطوات اللي بتتم فيه شكلها عامل ازاي. يعني التهاب يا دكتور هو عباره عن تفاعل دفاعي غير متخصص. تفاعل دفاعي، تفاعل يعني في عمليه ما هتحصل، دفاعي عشان بيدافع عن الجسم، غير متخصص يعني ما يعني مش متخصص تجاه فيروس ما او تجاه بكتيريا ما، لا اي حاجه بتخش الجسم بيعمل لها التهابات على طول. اوكي طيب امتى؟ فين؟ حول مكان الاصابه، وحط لي تحتها مليون خط حول مكان الاصابه نتيجة لتلف الأنسجة التي تسبب الإصابة دي أو اللي الذي تسببه الإصابة دي. يعني يا دكتور الله يكرمك وضح لي كده، هنوضحها بالتفصيل دلوقتي. لكن تاني هو عبارة عن تفاعل، يعني عملية دفاعية غير متخصصة. يعني دي بما إنها جزء من المناعة الغير متخصصة أو الفطرية يبقى إذن هي كمان غير متخصصة، حول مكان الإصابة يعني في المكان اللي حصل فيه الإصابة. طيب نتيجه لتلف الانسجه التي تسببه الاصابه بالعدوى. يعني انا دلوقتي حصل عندي اصابه بالعدوى، العدوى ده هي او البكتيريا ده هي اتعملت تلف في الانسجه، اوكي، فيحصل عندها التهابات على طول. طيب الموضوع ده بيتم ازاي بقى يا دكتوره؟ ركزوا الاول معايا يا شباب في الفيديو اللي انا هفرجكم عليه، وبعد كده هنبدا نقرا الكلام اللي موجود عندنا. بس انا بدات الاول بالفيديو المره دي عشان اوضح لكم الفكره شكلها عامل ازاي. بصوا كده معايا،
الفيديو ده حاجه برضو في منتهى العظمه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. فين اهي ده الفيديو بتاعي اللي انا عايز افرجكم عليه. اعتقد هو ده. بصوا كده، ده الراجل ده راح جاي واقع دلوقتي ولا حاجه، هو بيسوق بتاع الزلاجه ايه، راح جاي واقع. فدلوقتي لو انت خدت بالك الجلد بتاعه اتكحل كده، اوكي. طيب ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي، سكين ووند اللي هو يعني جرح في الجلد يعني. بصوا كده ركزوا معايا، ده الجلد اهو يا شباب، اوكي. الجلد ده فيه البكتيريا اللي قدام حضرتك دي. دلوقتي هو الراجل بتاعك اصيب، والاصابه دهيت عملت له الايه، عملت له ال معلش دي يا جماعه. طيب الاصابه دي عملت له البكتيريات اللي قدام حضراتكم دي. دي بس واحده عشان انا مش عارف اظبطها، اعتقد هي كده. ايوه بصوا بقى كده معايا، ادي الاصابه اهي، دي الاصابه اللي اتكحت بيها، دخلت هنا بكتيريات اهي. فاذا البكتيريات متحدده او موجوده في حته ما، في جزء ما. المطلوب ايه؟ المطلوب ده شريان اهو، اوكي. الشريان ده بيغذي المنطقه دي كلها. المطلوب هو خروج كرات الدم البيضاء او الخلايا المناعيه من جوه الشريان ده هو الى الخارج عشان تقدر تلتهم البكتيريا دي. هو اللي انا هوريه لكم في الفيديو دلوقتي. بص كده ايه اللي حصل للشريان ده. اول حاجه هتلاقي الشريان بتاعك وسع شويه، اوكي. بص كده، كده وسع عندك اهو، شايفين الشرايين عماله بتوسع، الشرايين بتوسع، اوكي. يبقى انا اول حاجه كده وسعت الشريان اهو. بص كده، بص الشريان حصل له ايه اهو، اهو عمال بيوسع خالص. يبقى سعادتك دلوقتي اول حاجه عملتها انك وسعت الشريان. ليه يا دكتور وسعت الشريان؟ ركزوا معايا كده يا شباب، وعايز حد بيشغل دماغه. هو انا دلوقتي لو ماسك خرطوم ميه وعمال برش ميه قدام البيت بتاعي، ورحت جاي ضاغط على خرطوم الميه ده، ايه اللي يحصل؟ السائل اللي فيه يندفع. كان عندنا كده معادله في الفيزياء كان اسمها كونتينيوتي ايكويشن، او معادله الاتصال او الاستمرار، A1V1 بتساوي A2V2، لو حد فاكر يعني من الفيزيكس يعني، انا عشان كنت بحب الفيزيكس فاكر. طيب دلوقتي لما حضرتك وسعت مساحه الشريان، يبقى الفلو اللي هنا او معدل سريان السائل ده يزيد ولا يقل؟ يعني السائل اللي ماشي ده يجري قوي ولا يقل ويتباطأ؟ الناس تجاوب كده لو سمحت في الشات، او الناس تفتح الريكورد والمايك وتقول. دلوقتي انا وسعت الشريان، فالميه اللي ماشيه جواه او الدم اللي ماشي جواه ده يزيد ولا يقل؟ سرعته تزيد ولا تقل؟ يقل. رقيه بتقول يقل، اسراء تقل. حد عنده اي اجابه ثانيه؟ ها ماشي، اكيد هيزداد نتيجه زياده حجم الدم والضغط عليه. ساره عندها اجابه ثانيه. طيب بما ان الناس عندها اجابه ثانيه يبقى يستلزم التوضيح. لا يا ساره، هو هيقل مش هيزيد. انا هنا بتكلم على السرعه وليس الحجم. انا ماليش دعوه بالحجم خالص في الموضوع، انا بتكلم على السرعه. السرعه كانت بتتناسب عكسيا مع المساحه بتاعتي. ارجعي كده للفيزيكس وانت هتلاقي الكلام اللي انا بقوله ده هو. فعشان كده لو انت جايبه خرطوم واسع وبتحاول ترش بيه ميه، الميه مش هتلاقيها بتطلع اي حاجه، الميه هتلاقيها يعني بتطلع كل اللي هتطلع حاجه صغيره خالص. لكن لو ضغطتي عليها هتلاقي الميه بتندفع لقدام. ليه؟ لان طول ما انا بقلل المساحه السرعه بتاعت اندفاع السائل هي اللي بتزيد. انا ماليش دعوه بحجم السائل اللي بيمر يا ساره، انا بتكلم على السرعه. فالسرعه هنا هتقل. طيب لما السرعه تقل ايه اللي يحصل؟ تخيل كده معايا، انا عندي نهر ماشي، النهر ده مترصف فيه يعني قمامه، ناس ملقحه فيه زباله ولا حاجه، بس النهر بيجري. يبقى هل القمامه دي هتاثر؟ لا، النهر عمال بيجري في القمامه وخلاص على كده. لكن اول ما الميه تركض يعني ما تتحركش، تبدا القمامه كلها تترصب يعني تنزل للاطراف. نفس الفكره بالظبط. تخيل معايا ان الخلايا اللي انا هوريها لك دلوقتي اهيت، بص كده، انا هفهمكم يعني ايه الايميونو سيجنالينج دي، بس انا يهمني تفهموا الكونسيبت ده كويس. بص الخليه اللي قدام حضرتك دي، تخيل معايا هي دي القمامه بتاعتك. مين الخليه دي؟
دي الخلايا بتاع الجهاز المناعي. الخلايا ده هي طول ما الدم بتاعي ماشي كويس هي عماله بتجري وبتنجرف معايا، لكن اول ما الدم يتباطا، ليه تباطا؟ عشان حصل فيزو دايليتيشن، وسعت الايه الشريان بتاعي، فتباطا سريان الدم، فالخليه دي تترسب على الاطراف زي ما هوريكم دلوقتي بالظبط. بصوا كده اهوت اهي، اترسبت على الاطراف ومسكت هنا. وبعدين يا دكتور اول ما تترسب تبدا بقى ايه تعدي من ثقوب من هنا تجري على طول على البكتيريا بتاعتي اهي، ده اللي بيطلع اهو. اوكي، تروح تعمل ايه بقى؟ تروح تلتقط او تلتهم البكتيريا دي كلها وتتخلص عليها. يبقى انا دلوقتي اول وظيفه او اول حاجه عشان اقدر التقط البكتيريا هو ان انا اوصل لها اصلا خلايا جهاز مناعي. وصلت لها ازاي؟ عن طريق ان انا وسعت الشريان، فلما وسع الشريان الفلو اللي جواه او معدل السريان اللي جواه بطء، فلما بطء الخلايا بتاع الجهاز المناعي دي اترسبت على الاطراف، ولما اترسبت على الاطراف قدرت تهرب من الشريان وتطلع بره الى حيث مكان تواجد البكتيريا بتاعتي. وهو ده تعريف الانفلاميشن او تعريف الالتهاب يا شباب. تعالوا بقى نقرا الكلام اللي موجود عندنا كده، بيقول لحضرتك ايه؟ عند غزو الميكروبات او الاجسام الغريبه لانسجه الجسم يحدث الالتهاب. يعني دلوقتي في المثال بتاعنا دلوقتي في بكتيريا اهيت عند حضرتك موجوده في انسجه الجسم، ده الجلد، فدلوقتي في التهاب. يعني التهاب يعني اجسام غريبه بتغزو الانسجه بتاعت الجسم. طيب وبعدين؟ الالتهاب ده يؤدي الى حدوث بعض التغيرات في موقع الاصابه، ازاي؟ حيث تقوم خلايا متخصصة على أعلى درجة من الأهمية. بص كده، تقوم خلايا متخصصة اسمها إيه؟ الخلايا الصارية وخلايا الدم البيضاء القاعدية. أخذنا قبل كده خلايا دم بيضاء قاعدية وحامضية ومتعادلة، أهو القاعدية اللي أنا عاوزها والخلايا الصارية. بيعملوا إيه الاتنين دولت؟ بيقوموا بإفراز مواد كيميائية تساعد على عملية الالتهاب ده. اهم ماده كيميائيه هي الهستامين. اسمها ايه تاني كده يا دكتور؟ هستامين. بيطلع منين ده بقى يا دكتوره؟ بصوا كده معايا اهي، شايفين الخليه ده؟ هي الخليه اللي قدام حضرتك ده اهي، بصوا كده معايا. اول ما بيحصل التهاب عينك على الخليه اللي انا هوريها لك دي، حاضر اوريكم دلوقتي. بص كده الخليه دي اهي، الخليه دي عماله بتطلع اجسام صفرة كده لونها اصفر اهي، وتفرزها في الدم زي ما حضراتكم شايفين اهي. دي الخلايا الصارية او الماست سيل او الخلايا القاعدية بتاعتي، اوكي، خلايا الدم القاعدية. الاثنين بيطلعوا مواد كيميائية مختلفة، اهمها الهستامين، ترميه في الدم، فلما ترميه في الدم الهستامين ده يعمل على توسيع الشرايين بتاعتي. فاهو بصوا كده، هجاوب على اسئلتكم بس دقيقة واحدة. تعمل المواد الملتهبة زي المواد بتاعت على الالتهاب زي الهستامين على تمدد الاوعية الدموية عند موقع الاصابة. يعني ايه تمددها؟ يعني وسعها، بتوسع، اوكي، يوسع الوعاء الدموي. فبناء عليه اكتب قصادها كده اهوت سرعه السريان تقل فتترسب خلايا كرات الدم البيضاء. حلو. وبعدين ايه كمان؟ زياده نفاذيه الاوعيه الدمويه. يعني ايه زياده نفاذيتها؟ بصوا كده يا شباب هوريكم دلوقتي. بص كده الخليه خلاص وسعت، فالخليه دي ترسبت هنا. عشان تقدر الخليه دي تعدي من الجدار بتاع الشريان ده هو وتطلع للبكتيريا، لازم النفاذيه او لازم الشريان ده يبقى نافذ يسمح بمرور الخليه بتاعتي. فانا بعمل ايه؟ بعمل على زياده النفاذيه. طب بعمل عليها ازاي يا دكتور؟ هوريكم دلوقتي في الصوره بيعمل على زياده النفاذيه ازاي. المهم ان النفاذيه بتزيد عشان اقدر اسمح بمرور الخلايا بتاع كرات الدم البيضاء من الشريان الى المنطقه بتاعت الاصابه. يبقى هو عمل حاجتين، اولا تمدد الاوعيه الدمويه عند موقع الاصابه، وتاني حاجه زياده النفاذيه بتاعه الاوعيه الدمويه. اوكي، فلما تزيد النفاذيه بتاعه الاوعيه الدمويه ايه اللي يحصل؟ انا دلوقتي حضرتك وسعت الوعاء الدموي ده، يعني خليته عامل شبه المصفه كده، وسعت الثقوب او الخروم بتاعته. ايه اللي ينتج عنها؟ ينتج عنها على طول اولا تورم الانسجه في مكان الالتهاب. ليه يا دكتور تورمها؟ لان في سوائل هتترشح من الشريان بتاعي وتيجي الى مكان الاصابه، ولما السوائل دي تترشح وتيجي لمكان الاصابه هيؤدي الى تورم مكان الاصابه ده. ده اولا. رقم اثنين، السماح بنفاذ المواد الكيميائيه المذيبه والقاتله للبكتيريا بالتوجه الى موقع الاصابه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني دلوقتي حضرتك عندك ماشي في الدم المواد الكيميائيه اللي هتتخلص من البكتيريا، اوكي؟
اول انت ما وسعت النفاذيه يعني كبرت الثقوب بتاعت الدم بتاعك او بتاعت الشريان بتاعك، ادى الى انتقال المواد الذائبه في الدم، اتنقلت الى مكان الاصابه اللي هتشتغل فيها على البكتيريا بتاعتي. اوكي؟ طيب ايه كمان؟ اتاحت الفرصه لخلايا الدم البيضاء المتعادله ووحيده النواه وكذلك الخلايا البلعاميه الكبيره لمحاربه وقتل الاجسام الغريبه. ازاي برضو يا دكتور؟ اهو الخلايا بتاعت كرات الدم البيضاء دهيت اللي كانت ماشيه في الدم تقدر تعدي من الـ من الـ من, الـ من الاماكن اللي اتوسعت دهيت وتقدر توصل للبكتيريا وتقوم بعمليه البلعامه بتاعتها. طيب فين بقى النفاذيه اللي بتزيد ده اخترق؟ بصوا كده معايا على الصوره دهيت، شايفين؟ لو اخدتوا بالكم يا شباب هتلاقوا ان الغشاء بتاعي بتاع اللي هو الارتري او الشريان مبطن بخلايا. الخلايا ده ايه والخلايا ده ايه؟ لو انقبضوا هيبعدوا عن بعض. كاني بقول لك ايه؟ حضرتك قاعد جنب زميلك، قاعد جنب زميلك، قاعد جنب زميلك، كلكم قاعدين جنب بعض. فلو ده اتحرك شويه اليمادي، اتحرك شويه اليمادي يبقى بقى في مساحه اهي تقدر تعدي من خلالها. فهي دي نفس الفكره. البتاع ده بينقبض كده، ودي بتنقبض كده فيسمح بمرور الايه؟ الغشاء بتاعي او الخليه بتاعتي. اوكي كده؟ خليني برضو اوري لكم صوره ليها بشكل اوضح عشان الفكره بتاعتكم تتضح ان شاء الله. بصوا كده معايا. ادوني بس دقيقه واحده. على فكره الـ هو الريكورد كده خلاص قرب يخلص، واحنا اوريدي قربنا نخلص الشرح يعني، بس هوريكم الحته دي بس. اهي. بصوا كده يا شباب معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بصوا كده، ده الخليه اللي مبطنه الوعاء الدموي، ودي الخليه الثانيه، دي الثالثه، دي الرابعه، دي الخامسه. بصوا ايه اللي حصل؟ الخليه دي انقبضت والخليه دي انقبضت، فادت الى زياده المسافه اللي ما بين الخليتين. راحت جايه الخليه اللي هي باللون اللي قدامك ده راح جايه مفعوصه ما بينهم ودخلت وعدت. فاهمين الفكره شكلها عامل ازاي؟ فاذا انا رحت عامل ازاي؟ قبضت الخليه دي طلعتها لفوق، وقبضت دي عملتها لفوق، فالمسافه دي زادت، فالخليه دي قعدت تتفعص 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 وراحت جايه معديه من الخليه. فهو ده الطريقه اللي بوصل بيها الخلايا بتاعت كرات الدم البيضاء الى المكان بتاع الايه؟ بتاع البكتيريا بتاعتي. يبقى تاني كده نراجع سريعا على الجزء بتاع الالتهابات دهوت عشان خاطر الريكورد هيفصل مننا. اول حاجه خالص بتيجي بكتيريا الى مكان الاصابه، اوكي؟ كده بقى فيه ايه؟ بقى فيه التهابات. تقوم مستجيبه ليها على طول الخلايا الصاريه او اللي بيسموها الماست سيلز وخلايا الدم البيضاء القاعديه، اوكي؟ بيطلعوا كميات كبيره من مواد كيميائيه بتسهل او بتساعد عمليه الالتهاب ده. الماده دي اسمها ايه؟ اسمها الهيستامين، اوكي؟ الهيستامين ده بيعمل حاجتين اتنين، تمدد الاوعيه الدمويه وزياده النفاذيه بتاعتها. فيؤدي الى ثلاث حاجات، لما تتمدد الاوعيه الدمويه السوائل تترشح منها فتتجمع تحت الغشاء تعمل تورم في الانسجه. ثاني حاجه يسمح بمرور المواد المذيبه او المواد الذائبه او المواد الكيميائيه الذائبه عشان تقوم بالتخلص من البكتيريا. ثالث حاجه تعدي خلايا كرات الدم البيضاء، اوكي؟ اللي هي بقى الخلايا المتعادله ووحيده النواه والبلعاميه عشان تقوم بالتخلص من الايه؟ من الميكروبات بتاعتنا. ادي كده يا شباب الجزء بتاع الالتهاب ان شاء الله. هقفل الفيديو دهوت، وفي الفيديو اللي جاي هكمل اخر جزئيه عندنا ان شاء الله. الفيديو اللي جاي اصلا مش هيكمل كله باذن الله رب العالمين. كده تمام ان شاء الله. السلام عليكم.